تخليق الحياة العامة يقول السيد المحاضر عبر مراحل تاريخ هذه الأمة ونشأت حضارتنا وثقافتنا في ظل مبادئ كبرى أساسية هي أن الإنسان مستخلف في الأرض وأن الحضارة والثقافة تنجزان لخدمة الإنسان وأن الحضارة والثقافة إذا غاب عنهما هدي رسول الله فسدتا ولذلك كان الجيل الأول أحرص الناس على هذا الهدي والاقتداء بالتربية النبوية وإن أولى الناس لتخليق الحياة العامة هم العلماء والآباء والأمهات والأساتذة والمربون والكتاب والمسؤولون عن تدبير الشأن العام ومن هنا وجب لإشاعة القدوة الحسنة إيلاء مزيد من العناية للأجيال في مؤسساتنا والعناية بالأسرة في جوانبها التربوية الخاصة وتفعيل دور وسائل الإعلام في مجال القدوة الحسنة والعناية بالمجتمع المدني بكل مكوناته ثم مقاومة الفساد بكل صوره في اعتماد على عنصري الدين والأخلاق لحماية مسار القدوة الحسنة وقد من الله على بلادنا بقيادة أمير المؤمنين الذي أخذ بأوفر نصيب من رصيد القدوة الحسنة فشعبكم يرى سيرتكم نفحات دينية ربانية مجللة بطهارة نسب وشرف أصيل فيزدادون لكم محبة بمحبة جدكم المصطفى صلى الله عليه وسلم وختام المسك من مولانا أمير المؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله يتقدم للسلام على أمير المؤمنين الأستاذ محمد جميل رئيس المجلس العلمي المحلي بعملة أكادير الدوتنان السادة العلماء الضيوف فضيلة الأستاذ أحمد معبد عبد الكريم أستاذ مادة الحديث بجامعة الأزهر الشريف فضيلة الأستاذ مدني طل من علماء السنغال فضيلة الأستاذ طلعت صفا تاج الدين مفتي بشكورتستان بفيدرالية روسيا فضيلة الأستاذ حسن المناعي أستاذ علوم القرآن والتفسير بجامعة الزيتونة بالجمهورية التونسية فضيلة الأستاذ محمد عبد الحليم مدير مركز الدراسات الإسلامية بجامعة لندن فضيلة الأستاذ محمد محمود ولد الطلبة من علماء الجمهورية الموريتانية فضيلة الأستاذ عبد الجبار محمد الناصر كبرى مدير معهد الشيخ ناصر كبر بكانو بنيجيريا فضيلة الأستاذ عبد الهادي هنري كيمب أستاذ جامعي في الدراسات الإسلامية بجامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية وفضيلة الأستاذ موسى سيلا مستشار الأمين العام للشؤون الدينية بغينيا وفضيلة الأستاذ نور الدين فاديكا المدير الوطني للشؤون الاقتصادية والزكاة والوقف من الجمهورية الغينية وفضيلة الأستاذ عبد الحق جودلاس أستاذ بجامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية وفضيلة الشيخ تيجان باه رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجمهورية السنغال.